13 يوم ونحن عايشين على الحاله هذه. نشوفوا ان الدول الاوروبيه تتشدق بالديمقراطيه وحقوق الانسان والاتفاقيات الدوليه ترفض، ويبقوا اكثر من 20 يوم في البحر. اليوم تونس تنجح في استقبالهم ونجحنا ايضا في اقناعهم بدخول التراب التونسي، ومنها بطبيعه الحال التمتع بحقوقهم، سواء كان العوده، سواء كان اللجوء، سواء كان المغادره لبلدانهم، اي لكن ما نسمحوش باش يبقوا بهذه الوضعيه. ولا عنا ايكيباج شرف وجه تونس، لقى ناس ضايعين للموت، شرف وجه تونس. أنا حسب ما حكينا معاهم ليكيباج الكل، فيهم اللي قابل، فيهم اللي حامد ربي وقابل اللي هو منعم الموت وقابل تونس، وفيهم دي كوتيكي من بنغلاديش، واحد ما يبقى ما يعرف ويش تونس. قل لك ليه أنا دي ديستينيشن متاعي لأوروبا. هذه الحفلة، هذيك الحفلة، هذيك الحفلة، هذيك الحفلة اللي نعاني فيها قداش من 18 يوم توا. بطبيعة الحال كانت صعيبة، لأنهم باتصال هم بأطراف أخرى وتقول لهم أنكم تمسكوا ما تدخلوش تونس، تخضع الدول الأوروبية بقبولهم. لكن هذا أن الدول الأوروبية رفضت، إيطاليا رفضت، مالطا رفضت، إسبانيا رفضت، كل الدول، فرنسا رفضت، كل الدول هذه رفضت أن تستقبلهم. بالتالي احنا جونا في موقع مهم جدا، في وضع صعب، في بطبيعه الحال المياه الاقليميه التونسيه ما نجموش صبرنا عليهم اكثر من 20 يوم باش يلقوا البديل، باش نوفروهم مبتغاهم اللي هي مش تونس، الدول الاوروبيه. لكن رفض الدول الاوروبيه. بالتالي هنا قنعناهم احنا طيله حوار اكثر من اسبوع كنا نتحاور معاهم، واليوم وصلنا لقناعتها، اقناعهم بان يكونوا على الارض على اليابسه، ما يكونوش في البحر. عايشة عايشة، تهنيت عليهم الكل، الحمد لله خدمنا خدمتنا والحمد لله، طيب شوية الحمد لله. ديما فما مشاكل في الدولة بتاعنا، وديما فما مشاكل في الدولات الأوروبية، ديما على غالب لازم شوية إحساس بالإنسانية، شوية كان شوية إحساس بالإنسانية العالم الكل يعيش لاباس عليه. و...